كبلد عموما المغرب عموما دلوقتي ككل حاجه دلوقتي وصلت لمراحل متقدمه. اللعيبه دلوقتي في المغرب المغاربه وصلوا اوروبا غير السنين اللي فاتت، بقى شويه محترفين، بقى بروفيشنال اكتر. البلد عموما دلوقتي اتطورت، وكان عندها كاس عالم الانديه من كام سنه، وكان حتى الرجاء لعب فاينل مع البايرن. المغرب عموما دلوقتي وكانت لسه عندها كاس عالم للشباب تقريبا، او كانت تنظم كاس عالم للشباب، كان عندها كاس امم برضو قريب، او كانت تنظم كاس امم مع مصر السنه دي، بس مصر هي اللي خليتها. الفتره الاخيره فرق المغرب معظمها وصلت فاينل، يعني السنه دي كان مع الزمالك حسنيه اغادير، حسنيه اغادير مع الزمالك، نادي بركان كان مع الزمالك في الفاينل، وحسنيه اغادير كان معاه في دور الثمانيه، فطبعا وصلوا فاينل. والسنه دي برضو الوداد وصلت مع الترجي فاينل، فلا يعني الاثنين اهو في اثنين فرقتين، يعني الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، حسنيه اغادير، دفاع الحسن الجديدي، نادي بركان، بس تقريبا دول عارفها. تطوان ايه؟ المغرب التطواني والايه؟ المغرب الفاسي. بس تقريبا دول يعني الدوري كله تقريبا.